صحتنا كاملين. صحتي راس مالك. والصحة هي راس المال، وهذا راس المال كنبداوه منذ الطفولة. وضيفتنا اليوم هي دكتورة سعاد جليوي، الأخصائية في طب الأطفال. حديثنا اليوم عن مرض السكري عند الأطفال. صباح الخير دكتورة سعاد جليوي. صباح الخير سيدة هلا. مرحبا بك دائما. ارحب بك الخير. اخذ طاقم سهل البرنامج وللمستمعين والمستمعات. الله يبارك فيك. مبارك. علينا وعليك. الله يبارك فيك ويسلمك ان شاء الله. اذا مرض السكري عند الاطفال يمكن كنقولوها بواحد النوع من الحرقه، لانه السكري يؤرق الكبار، فما بالك الصغار. متفقه معك اختي جيهان، بحال اللي قلتي بان مرض السكري باش نقول التشخيص عند الاطفال تيكون عنده واحد المراره، وبالنسبه لواحد الوالدين تيكون تيدوزوا واحد المرحله يعني صعيبة باش يتقبلوا المرض. نعم. ولكن تنقول أن المرض مدى متشخص إلا خاصنا ناخذ الاحتياطات اللازمة باش هاد الوليد ولا هاد البنيته توصل يعني لسن البلوغ وسن الرشد أقل أضرار ممكنة. بسلام. وبسلام. إذا نبداو منذ البداية دكتورة جليوي، كيفاش كيتشخص المرض؟ وهل هناك أطفال اللي كيتزادوا بمرض السكري ومن هم؟ هي كان خصنا ناخذوا الفرق، لان بزاف امات تسمع راه ولدي كان عنده السكر في زياده. هي خصنا نديروا غير الفرق، لان فاش يكون في زياده عندنا هابط السكر عند التربيه، فهذا يدل اما انه الوزن ديالو كثير كبير يعني قل بيتو اكثر من 4 كيلو ياك، ولا ان الام فيها السكري، وبحكم انها الحمل في اثناء الحمل ما تقدرش تعطيو الكينه، تعطيو الانسولين. نعم. وتقدر هذيك الانسولين تدوز عند التربيه، وفي الساعات الاولى تيكون باقي عنده انخفاض مستوى السكري في الدم. يعني هذه حاله. اما مرض السكري فهو ارتفاع السكر في الدم. وهذه الحاله اللي نقدروا نشخصوها تقدر تشخص السنوات الاولى، السنه الاولى ديال يعني ديال الطفل. اذا هنا شنو هو مرض السكري؟ شنو الى نوع تيقيس الدراري؟ نعم. خصنا نعرفوا ان مرض السكري هو انواع، وخصوصا حنا تعرفوا النوع الاول والنوع الثاني، وهناك انواع اخرى. غير النوع اللي كيصيب الاطفال هو النوع الاول. شنو هو النوع الاول؟ هو انه بنكرياس، واحد الغده تتجنى الانسولين. شنو هي الانسولين؟ هي واحد الهرمون تيحرق لنا السكر اللي في الدم وتيخليه يدخل للخلايا باش يستافدوا منه. فاش هاد الغده تتقاس تبقاش انتاج هاد الماده هادي، وبالتالي السكر يرتفع في الدم وما تبقاش الخلايا تستافد منه. نعم. كتاديش الوظيفه ديالها. تاديش الوظيفه ديالها. منين تيجي هاد عدم انتاج يعني الانسولين؟ تيجي من ان عند الطفل السبب ديالو كاين يعني سبب رئيسي، وهي تبقى افتراضات واحتمالات، ان هذيك البنكرياس تتعرض لواحد رد فعل ديال مناعه الجسم اللي غير طبيعي. بالتالي بحال تتهاجم هاد الخلايا البنكرياس، وبالتالي تتدمرها. لهذا يبقى العلاج عند الطفل خصوصا هو الانسولين، مادام ما كاينش الانسولين. نعم. اذا قبل ما نتكلموا لا سمحتي على العلاج، شنو هي الاعراض اللي كيعطيها لنا هاد المرض السكري؟ هاد يعني كل هاد الشيء اللي ذكرتي الاعراض الخارجيه اللي ظاهره لنا وكيخصنا نردوا لها البال كاباء وكامهات. هي خصنا نشوفوا ان خلال السنوات الاولى كاين بعض الاعراض اللي ما تنساش يكون راضي، خصنا ننتبهوا لها. ان اذا كان الوليد تيبدل بزاف لي كوش، يعني دايما تيفزك لي كوش ديالو بواحد الطريقه غير عاديه. نعم. سننتبهوا لها. ثاني حاجه اذا كان الوليد يقدر مثلا يحس تنحسوا بانه جاف، ولا ناشف، دايما تيبغي يشرب. نعم. وفي نفس الوقت يقدر مثلا شي مرات يكون هذا الجفاف مصاحب الحمى، ونقدروا حنا نعتبروا بانه تعفنات بكتيريا، وما تكونش عفنات بكتيريا، فالجفاف يعطي ارتفاع الحراره في الجسم. كذلك شي مرات بالنسبه للرضيع اذا كان مثلا الكلوبيا ديال لي كوش تيكون طايب لي كوش، تنحاول نداوي وتنداوي ما تيبغيش يبرى. نعم. بواحد الطريقه سريعه. نعم. خصنا ننتبهوا بانه يقدر يكون مرض سكري. بالنسبه للوليد كبير يعني فوق عامين تيكونوا اعراض تقريبا مشابهه للبالغ. بحالاش؟ مثلا انه تياكل بزاف. وكاين رغم انه تياكل بزاف دائما الوزن ديالو ناقص. نعم. يقدر يبغي يشرب ما بزاف. وبالنسبه للطفل فاش يكبر شويه تلقاو انه واحد المده ما كانش يفزك الفراج، يعني كان تينعس عادي. يعني بين ليله او ضحاها، ولا بعض الايام بدات تظهر عليه انه تيمشي تيبول بزاف بالليل، ولا انه يقدر يفزك الفراج. نعم. هاد الظاهره خصها تثير انتباهنا ونديروا تحليله ديال السكر ديال ديال السكر. كذلك ان مثلا قدر مثلا شي جرح اللي كان مجروح ما تيطيب ما تيبراش بسهوله، فهنا خصنا ننتبهوا كما يكون مرض السكري. وبالنسبه فاش تكون ارتفاع ديال السكر في الدم بطريقه مهمه، تقدر تكون عندنا قيء بالولاده تقيه.
ولا تقدر مثلا يطيح في غيبوبه. نعم. يقدر كذلك تشكل لنا من الام البطن، من الام معده. لهذا تنقول ان امام اي عرض اللي تيبان لنا ماشي عادي وانه قدر ما تستجبش الادويه متكرر، نعم متكرر، وتستجب الادويه بطريقه عاديه، هنا خصنا نطلبوا تحليله ديال الدم. هو اصلا الطبيب فاش يمشي عند طبيب اطفال في اولا تيدير يعني تياخذ عينه من الدم عن طريق الاصبع، تنسميو يعني عينه السكر، يعني من الاوعيه رقيقه بزاف باش يكون عنده اشاره ديال كميه السكر في إشارة يعني اوليه. اشاره اوليه، ومن بعد نكملوا بالتحليل الصحي المخبريه باش يكون عندنا باش ناكدوا انه كنحيدوا الشك. وهنا خصنا ضروري، انا بحال قلت قبيله ان المرض تيأرق يعني الاباء، اذا خصنا نكونوا متاكدين بان الوليد مصاب بمرض السكري، تنطلبوا تحاليل مخبريه. نعم. إذا لما كيتصاب هذا الوليد هذا والنتاب بمرض السكري، المتابعة كيف تكون؟ وحنا كنعرفوا بأنه للأسف ما نقولوش ما كاينش علاج، ولكن مرض السكري مرض مزمن كيعيش مع الشخص طيلة الحياة. بحال قلت السيدة هنا يعني بالنسبة لنا السكري فهو مرض مزمن، خصنا نعرفوا كيفاش نتعايشوا معاه. إذا كيف تكون يعني تتبع هذا المرض؟ أولا فاش نشخصوا المرض خصنا نشوفوا العواقب ديالو على الأنسجة. لهذا فاش تنطلبوا مجموعة من تحاليل أخرى، تحليل هنا وظيفة العين كي دايرة، وظيفة ديال الكلية كي دايرة، ديال القلب كي داير، باش نعرفوا الانطلاقة ديال هاد الأنسجة فاش شخصنا المرض، واش تقاسوا بزاف ولا ما تقاسوش بزاف. كذلك نشوفوا ضغط الدم عند هذا الطفل. وكذلك أننا خصنا نفسروا الآباء وكذلك الأطفال، تنديروا واحد حصص ديال التوعية باش نعرفوا شنو هو المرض وشنو هما كيفاش خاصهم يمشيو عند الطبيب، فوقاش يمشيو عند الطبيب يعني بطريقة يعني دورية، وفوقاش يمشيو عنده قبل ما يوصلوا للميعاد محدد. نعم. هنا متابعة. وكذلك كيفاش أنهم يحقنوا الأنسولين، أنها تكون أن تكون إما العائلة إما الطفل فاش يكبر هو براسه تيحق الأنسولين راسه في الدار، وشنو هي الأعراض اللي تقدر تبين أن هناك مضاعفات حادة وهنا تحتاج انها ياخذ التزامات اخرى من غير ان الانسولين، وفي المضاعفات يعني بعيده المدى. اذا اول حاجه باش نفسروا الوليد تنقولوا له انه ياخذ الانسولين، خصنا نعرفوا المقدار اللي ياخذ على حسب الوزن ديالو. ولكن بحكم انه ينمو يعني هذا المقدار تيختلف مع غادي يزيد كذلك الدراري غالبا تيلعبوا الرياضه، تيدير واحد المجهود تيلعب مع الدراري. اذا هنا فاستسروا انه فاش يدير مجهود غير عادي خاصو ينقص من كميه الانسولين. علاش؟ باش لانه فاش يدير مجهود يحرق اصلا السكر بواحد النسبه. اذا عطيناه نسبه الانسولين العاديه يقدر يهبطوا السكر. كذلك كنصحو تنقولوا فاش تاخذ الانسولين خاصك تاكل مباشره. علاش؟ باش ما يهبطوش السكر. وكذلك كنعلمو كيفاش ياخذ هو يعني المقياس ديال السكر يوميا باش يكون عندنا فكره كيفاش هاد نسبة السكر عنده في الدم، واش هاد الجرعة ديال الأنسولين كافية أو لا. نعم. وتعطيه فكرة على المضاعفات الحادة، يعني تنقول له أنه فاش تحس مثلا أنك تعراق وأنك سخفان أنك راه يقدر يكون هابلك السكر. إذا تقدر دير طوبة ديال السكر بالنسبة لكل طفل عنده، يعني تعطيه طوبة صغيرة ديال السكر ديال القهوة بالنسبة ل 20 كيلو تقدر تاكلها باش حيت السكر فاش يهبط في الدم فهو أخطر بالنسبه للدماغ بالنسبه واذا كان طالع لهذا اذا خصنا نتفاداو انه يهبط بكميه كبيره. نعم يهبط بكميه كبيره. كذلك تنقول فاش بغيت دير مجهود ولا دير عند حصه الرياضه خاصك تهبط من كميه الانسولين. كذلك تعطيه اعراض انه اعراض ارتفاع السكري عنده، تنقولوا الى حسيتي بعض الشديد او حسيتي انك تمشي يعني تبول بزاف او الام في البطن ظهرت بطريقه مفاجئه، اذا او تعفن احدى التعفنات او احد الالتهابات نقص السكر ديالك. واش لقيتيه مرتفع يعني خاصو يزيد من كميه الانسولين. اذا هادشي كل شيء يعني انتم في العياده كتوريوه له وكتقولوا له شنو يعمل. ولكن دكتوره هنايا الا سمحتي، هذا الطفل محتاج انه يلعب، محتاج انه يجري مع الدراري، محتاج انه ياكل حتى هو السقاطه، ياكل الشوكولات، كيفاش النفسيه ديال هاد الاطفال كتعاملوا معاه؟ هنا من هاد القضيه ان بالنسبه للطفل قدر انه خصنا مهم انه يوعى بالمرض ديالو. وهنا من خلال هذا المنبر تنحيي الاستاذه بلافريج، يعني كانت رئيسه سابقه في يعني مرض السكري عند الاطفال في مستشفى الاطفال، لان دارت لهم ما تسمى مدرسه مريض السكري. نعم. وعلماتهم يعني وحاولات تعلمهم كيفاش يتعايشوا
مع المرض بطريقة عادية. هي أنه بالنسبة لو تتقدم من أن السقاطة وأن شكت خصنا نعلمهم بأن هذه أشياء مضرة بالنسبة لهم. نقدروا يعني نعطيهم لكن بعد احتياطات فنضوروا باحتياطات يعني سميتو لأن من الأصل ما يخش هذه السقاطة وهذا الشيء الشفاط لأنه ماشي مصلحته. أنا بحلي قلنا وهو كان في مدرسة أو في قسم فيه أطفال بحاله ما غيحش براسه يعني منعزل عليهم أو لهما مختلف عليهم غيكونوا كلهم ما كياكلوش السقاطة وما كياكلوش الشكلاط. اه ولكن خصنا نعرف ان الطفل السكري في تقرات مدارس عاديه بحال بحال هذا هو المشكل. هو خاصو يكون واعي بالمرض ديالو ونحاول نفسرو له وخلال هاد فاش نجمعوهم يعني الاطفال المرضى بالسكري تنجمعوهم تنجمعو العائلات تيوليو واحد انسان لاخر. هذا هو خط تحطوه في قيس مع اطفال عاديين فهو شاف ان هناك اطفال بحاله تيعيشو نفس المرض ياخذو نفس الاحتياطات. اذا عمت هانت. وتنحاول نبينو له انه حنا المهم ديالنا انه هو يوصل للبلوغ باقل مضاعفات. هذا الى اختيار احتياطات من الصغر راه يقدر في الكبر انه يعني يوصل بصحه سليمه. نعم، هل صحيح انه الطفل اللي كيكون عنده مرض السكري لما كيكبر يمكن ما يبقاش عنده؟ لا، مرض السكري بحال اللي قلنا النوع الاول مجرد اشاعه. نعم مزمن وكاين اشاعات اخرى تقول ان كاين هناك بعض يعني انواع ديال العسل او انواع ديال التمر تتربط السكر تبرم السكر فهي اشاعه لان تلقى مرض مزمن عنده نقص من المخزون ديال عنده نقص الانسولين يعني عدم انتاج الانسولين لهذا خصو ياخذ الانسولين ديالو. نعم اكيد انه التغذيه ديال الطفل مريض السكري وايضا المواكبه ديالته اليوميه هادشي كله كيشوفوه معكم الاباء والامهات واللي حتى هما محتاجين لمسانده نفسيه لانه يمكن هذاك الطفل مريض السكري كيولي يعني محط مراعاه اكثر من الاطفال الاخرين وليو يسدوا عليه اكثر هما حتى هما يمكن الدواء كيكون شي شويه ماشي رخيص اشياء كثيره كتعانيوا من هادشي في العيادات. متفقه معك لان هناك تحديات مع يعني ديما الامراض المزمنه خصوصا مرض السكري لان خصو ياخذ جرعات يوميه بحال اللي قلتي بان يعني ان البرنامج الغذائي مهم بالنسبه للطفل لانه تيعوز لنا بين الجرعه الانسولين اللي ياخذ الطفل وبين حاجيات الجسم الحقيقيه من السكر. اذا جاب البرنامج الغذائي كذلك تنصحوا هاد الاطفال باش يعني بالرياضه النشط البدني علاش لانه تيعاوننا باش نحققوا واحد التوازن السكري. تنبقاو دائما تبقاو تحديات امام غلاء الدواء ديال يعني الانسولين بالنسبه للاطفال يعني واخا تكون في بعض الاحيان يعني متوفر في بعض المراكز الصحيه لكن تيبقى انه مرض مزمن انه مرض مكلف. نعم لهذا نحاولوا نفسروا الاباء انهم يتعايشوا مع المرض مهم ويبذلوا المجهود ديالهم باش ان هاد الطفل ياخذ جرعات ديالو يعني بانتظام باش يتفادى مضاعفات في المستقبل. نعم استاذه او دكتوره سعاد جليوي لو سمحتي بغينا نختموا بشيء مهم هو هذيك الاشاره اللي كتكون مع الاطفال ولا حتى مع الكبار لانه راه انا مريض سكر اما كيعملها في العنق ديالو بحال السنسله ولا في اليد ديالو سبحان الله الا تصاب بغيبوبه وضحي لنا اكثر في هذه المساله هذه متفقه معك لان مريض السكري مثلا خصوصا مثلا الاطفال يقدر فاش يكون يدير مجهود غير عادي ويقدر هذا المجهود يكون غير منتظر يعني انه ما موجودلوش وبالتالي يقدر يطيح في غيبوبه فاش يطيح في غيبوبه فاش تقول انا مريض السكري فاش يقدر يطيح في غيبوبه وما يكونش معروف الهويه فاش تلقى تعثر على هذه البطاقه هذه اولا يعني الناس المحيطين به أو فاش يداوه للمستشفى أقرب مستشفى تعرف الطبيب المعالج أنه مصاب بالسكري وبالتالي كيزيد له السكر بحال كنا حنا تنخافوا أن السكر يهبط أكثر من أن تنخافوا السكر يكون طالع. نعم. هذا ضروري هذه الإشارات يكون مصاحبة يعني الأطفال باش نعرفوا هوية هذا الطفل وأنه في سبب الإغماء ديالو. نعم واش كتباع في شي مكان أو لا يعني مجرد إشارات كانت تعمل وصافي؟ هي كاين جمعيات يعني خاصه بالسكري تتكون توفر على هذه الاشارات وعلى هذه الاشارات وكذلك عندها يعني تلقاو عندها يعني مطويات توعي الاباء والاطفال بمرض السكري وباحتياطات اللازمه ياخذوها عند المضاعفات الحاده. نعم هل من اضافه او محور ما تكلمناش عليه؟ تنقول ان دائما ان خصنا نعرفوا ان مرض السكري مرض مزمن يعني فاش يعني مرض مزمن تحتاج الى الدواء بطريقه يعني مدى الحياه. نعم. ولكن اننا خصنا نعلموا الطفل انه يتحمل مسؤوليه المرض ديالو ويتعايش معاه باش قدر يكون عندنا طفل سليم بدنيا ونفسانيا كذلك. دكتوره سعاد جليوي الاخصائيه في طب الاطفال شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وسماعينا.